نعتذر على الانقطاع اللي وقع وخارج طبيعة الحال الإرادة ديالنا. على أي نكملوا الحوار ديالنا مع با سفيان، سفيان العلودي من هنا تليم تلقار تلقار اين عالبو الوقت انت ما دوز الستاج على اللالي دوز تاهي با سفيان. با سفيان قلنا على بالنسبة للناخب الوطني و كيبقى يعيط على اللعابه حتى كنقولوا راه استقر على التشكيله، عاوتاني كيبدا يعيط على جوج ثلاثه اخرين اربعه خمسه لعابه جداد معسكر اخر تلقى اربعه خمسه اخرين، فهمتيني ولا لا؟ راه خبرك انت غادي يعني غادي القى التشكيله اللي غنبداو نعتمدوا بها. هذا هو اللي خصو يكون قدامنا ونسولوا اش شريف انت غادي انت غادي انت انت خلينا نحفظوهم بعدا. والله خلينا نحفظوهم. شوف دابا الشيء دابا في هذه في هذه اللائحه هذه الى رجعتي اللائحه خويا رضوان غادي تلقى اول مره من نهار جا واحد الدراري ديال المدافعين اللي كاينين اول مره كاين تكافؤ او كاين انسجام او كاين يعني لا ريال سونترال كوشي و جوج ربعه كاين ايمني تيلعب واحد يمين واحد تيلعبوا بجوج بجوج مباشره تفضل وسايس تفضل وسايس ولا نايف اكريدو سايس. دابا من هنايا كاين اكريدو وفضل وفي الجهه الاخرى كاين ياميق ومهم داك بو الشعر بو شعكوك ما عرفتش واش المهم راك عارف سامي ماي سامي ماي جوج جوج من هنا وجوج من هنا دونك كاين تكافؤ. دابا حتى سامي ماي باقي ما عرفناش هذا اللي كيلعب باقي ما حفظناش السميات ديال من هنا شنو هو دوك الماتشات كثره الماتشات ولا غنا والاداء ديال كل لاعب هو اللي غيعرف المغاربه غيدخل الديور ديال المغاربه بالاداء ديالو. غير السؤال المطروح واش حنا باقيين في مرحله ديال تجريب اللاعبين تالين حنا مقبلين على الماتشات واش حنا باقيين فيها بعدا غير واش نعرفوا راسنا فين غاديين واش حنا باقيين فيها ولا راه حنا ديجا دخلنا لمرحلة الكومبيتيسيون ودخلنا لمرحلة ديال التصفيات أو دخلنا لمرحلة الحاسمة اللي خصها يكون عندنا منتخب قار ومنتخب قرينا على التشكيلة ولات معروفة. ملي تقول لي أنا واحد اللاعب إكس أو إيكغيك مصاب في الفريق ديالو استدعيتي واحد اللاعب جديد ماشي مشكل قبلها ما تقبلها كل مرة تغيير كل مرة تغيير واش غنبقاو نديرو إشارات اللعابة واش غادي نبقاو مثلا سفيان دابا كل مرة يعني كنبقاو نعتمدوا على يوسف العربي مثلا يوسف العربي كتوصل لواحد اللاج ملي كيوصل لواحد السن لا انا عطيتي اكزومبل انا غنعطيك دابا عنده مشكل المهم عنده شي مشكل يدير لي تاول ديال الخير انا غادي نعطيك اللعابه اللي كاينين يعني اللي عيط عليهم كاين ياسين بونو انس الزنيتي منير الكجوي ورضا التاقناوتي فرايك اربعه ديال الحراس كاين شي حارس من مظلوم في البطوله من غير هادو من غير كنهضر على البطوله الزنيتي والتاكناوتي تنظن الزنيتي والتاكناوتي كاين داك الوليد المجهد ديال طنجه هاد الكرد ديال لي فار والكرد ديال لي فار على الاقل باقي صغير مع المنتخب المحلي اللي غيشاركوا في البطوله هذه الا كانت البطوله العربيه اللي كاينه في قطر ما تزامناتش مع شي تظاهره ديال الفريق الاول راه غيكون عاود زنيتي وما كاينين سفيان شاكيلا ولا شكلة تعرفوا تفرج فيه ما عرفتش واش يعني باقي كنعيطوا على اللعابه مزيان يقدر يكون مزيان بيني وبينك سفيان الا لاحظتوا غنرجعوا المثال ديال مصطفى حجي كان عندنا منتخب نهار جا الماتش الاول دخل الاب داير لا ديفيرون دار الفرق تاهلنا وما كناش كنعرف عرفناه في ماتش واحد فهذاك عرفنا حنا كيبقى اللعاب كيبقى يعيط لي كيعيط لي وباقي ما كنعرفوش لدابا لا كتعيط لي علاش؟ باش عن كنقولوا اعطيه الوقت ولكن المدرب مقتنع به ولكن خصو يلعب اون فيت خصو يلعب هذه القضيه هذه ما كايناش هذيك المساله ديال حتى السماسري كيأثروا على الاختيار السماسري كاين السماسري اكيد شوف دابا يعني كيأثروا على قرار المدرب شوف حنا هذه المساله ديال السماسري ولا هذه المساله ديال وكلاء اللاعبين فهي كاينه في العالم كامل ولكن عندنا في المغرب بالاخص ولا فيها مشكل تقريبا راه ما بقى لنا والو نقول انهم راهم اللي ولاو كيتحكموا في الكره في البلاد ففي الفروق هذا مشكل هذا مشكل يجب معالجه ديالها اما كاين السماسري حتى في فرق وطنيه كاين بعض السماسري علاش شادين بعض اللعابه اللي مزيان ديال الفرقه يقول لي ما تلعبش تاخذ فلوس كل ما ديرش يعني كل شيء ولا داير ولا وكيتحكموا في مدربين لانه تيكون السمسار ديال تيكون اون فيت هو السمسار كما تنقولوا ديال ذاك المدرب وخصو يلعبوا اللعابه ديالو وخصو يلعبوا مع المنتخب يعني ولا دابا القيمه ديال المشكل ديال المصريه ولا بغيتي ولا كرهتي كي صحه صح كيفرضوا عليك بداك الشيء باش باللاعب هذه سميتها البلطجه يقول لا ما تلعبش لعب دير هذه سميتها البلطجه في الكره
هادي سميتها البلطجه في الكره. وتجي تشوف تلقى داك السمسار ما عمرو لعب الكره، ما عمرو لعب الكره اون بليس دو سام. هادشي كامل كتلقى شي وليدات اللي زوينين ومواهب اللي زوينين، ما عندهمش وكيل لاعبين اللي غيدافع عليهم ولا اللي غيهضر عليهم ولا اللي غيدير لهم كونطرا، وكيظلموا بزاف عدد منهم ظلموا بسبب هاد الظاهره هادي. نتمناه نتمنى هذا موضوع خصو جواد اليميق. هذا موضوع خصو جواد اليميق. جواد اليميق راه يعني كل واحد غادي يعني جواد اليميق لاعب كيلعب دابا في فالادوليد في الفريق ديال 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 رونالدو. رونالدو دايما لا بقاو باقيين راه انتقل كنظن انتقل راينا دابا راه مشى ليل. ليل اللي كان فيها بوشروان ليل ليل وقيل راه مشى ليل بطل ليل هو البطل. جواد اليميق قلنا زهير في الدار. زهير فضل كيلعب في في لا كيفاش زعما يستحق المنتخب. لاعبين يستحقون التواجد في المنتخب، كيلعبوا في فرقهم، عندهم الكومبيتيسيون كيف ما تنقولوا، كيلعبوا على مستوى. نايف اكريد كيلعب في غين، كان في باستيا كنظن، كان في باستيا وانتقل لغين، لاعب رسمي شناه مره ما جوج في التشكيله ديال الاسبوع. سامي ماي داك عرفنا داك الدري سامي ماي الاداء ديالو الى حد ما موضوع الدور ديالو مقبول. شوف الى حد ما يقدر يكون بديل مزيان، ما كاينين لاعبين اللي كيلعبوا ما يكونش رسم، ما نظنش ما كنظنش كاينين لاعبين كيلعبوا في بطولات احسن منه ولاعبين اللي يقدموا اداء اقوى. بغيت نقول لك واحد اللاعب تا هو تخيمونا حشمت اشرف حكيم الاداء ديالو لا يعرفش. اشرف حكيم هاد الصاله تسطينا في رايك تسطينا وبغينا نهضروا عليه بصراحه وبدون مجامله. حنا هادشي باش الحمد لله معروفين انت يا تبارك الله عليك. قاصح ما قاصح لك قاصح احسن من كذاب. اسمح لي ايوب العملود استحق الى في المنتخب وي علاش؟ وي الاداء ديالو المقنع اللي كيقدم راه ماشي المشكله ديال العملود. المشكله ديال ماشي على ماتش لا ماتش، المشكله ديال العملود المسانده الهجوميه صح. راه شحال من مره ما مره بعد مره تيخلق فرص اكثر من المهاجمين. التوجه ديالو في مربع العمليات السيد خدام ما كاينش 90 دقيقة باش كيبدا باش كيسال. نعم اشرف في الازهر المدة ماشي سنين عشان يعدي. انا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لاشرف الازهر. ما كي دابا حاليا ما كاين واحد اخر كاين واحد اخر قول لي السمي ديالو. كاين واحد اخر اشرف في الازهر ادم ماسينا هذاك باقي جديد حتى هو ادم ماسينا راه كنهضر على ادم ماسينا هو المتظاهر الايسر. ودابا تخيل معايا انت اشرف الازهر وادم ماسينا كيلعبوا بجوج اريير غوش وممكن يلعب لك تما كاين حتى اشرف حكيم واشرف حكيم راه كيلعبوا جوج اريير غوش كيلعبوا فرقه واحده. راك معيط على جوج ديال لي زاريير غوش ديال فرقه واحده اسام داك ماسينا و ماسينا تيلعب في الانجليز. ايه حتى اشرف راه كيلعبوا جوج فرقه واحده انا وياك كنلعبوا اريير غوش. شكون اللي كيلعب فيهم رسمي؟ هذا هو السؤال. يعني اذا غتعيط غتعيط لي واخد رسمي ديالو في الفريق. هذا هو السؤال علاش ما كاينش غتعيط على اللي فوق اللي واخد رسمي ولا الاحتياط ديالو. انا غنسولك سؤال بنفس الطريقه باش سولتيني السؤال ديال العملود المساوي ديال تيطوان. ما يكونش لا ريال غوش لا ريال غوش ما يقدرش يكون مساوي. لا ريال غوش اللي كان اللي دعا عموته دعا عموته وكان معاه في الشان كان الاداء ديالو مزيان. ما يكونش دابا ما عندناش ريال غوش. ما يكونش دابا قولي باش نعيطوا على واحد ما تيلعبش واحد رونبلاسون ديال واحد في الفريق. ولكن بيني وبينك واحد القضيه باش حنا شوف اسمح لي انا راه ماشي انا اللي كاين خصني نقولها نقولها لك سفيان باش نكونوا واضحين. قلنا كاين في الدفاع كاين شاكلة جواد اليابيق زهير في الدار نايف اكرد سامي مايا اشرف حكيمي ايوب العبلود اشرف الازهر وادم ماسينا. يعني انا كتجيني عيب ما يكونش مع محمد ربعنا بابا وي السيد راه وصل دومي فينال ابار دومي فينال شنا الاداء ديالو ديالو وتحسن مع الامان ما الاهلي تحسن ولا زاد اختار اختار كثر انا تيبان ليا حيت ملي كان كيلعب حيت ملي كان كيلعب حتى اليميق مع بدر بانو تيبان بدر بانو هو الباترون واليميق هو اللي كيقول لي زيد دير كيديريجي هو اللي كيقادو فهمتي اكثر خبره واكثر ما عرفتش انا ما عرفتش يعني تعيط على 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 سميتو بن شرقي من الزمالك وما تعيش من الاهلي اللي متصدر واللي واصل لدومي فينال اصلا ويقدر يكون في المدير عليه شكون هو؟ فهمتي المعنى؟ بدربانون بدربانون باش كان يقدر يفهمو كان دار تصريح اللي ما تمش المنادات عليه في المره الاولى المره السابقه كان دار شي تصريح ودار شي بوست شي حاجه فيها الحمد لله ولا شي حاجه بحال هكا اللي راني بين على عدم الرضا ديالو يقدر يكون هذا حتى هو سبب لان الا كنا غادي ناخذوا الا كنا غنديروا هذا الشيء هذه الحسابات انا العلودي انا مثلا انا عندي سفيان راه فين المشاكل
ولكن الا دخلتو النهار سميتو ديني الغرض يعطيني علاش ما نشدوش نتعامل معاه بطريقته ونهضر معاه ونقدر نتبرى فيه ونقدر نقول له خصك نقص من هذه وكذا ولكن حيت في الاداء في التيران لا يناقش الاداء ديالو انا اللي كنعرف اذا كتقلب على المصلحه ديال المنتخب الوطني خاصك تحاول حتى كيفاش تتواصل مع الناس شوف باش نكونوا مفاهمين باش نكونوا مفاهمين واحد الحاجه اخويا انا راه دوزتي مدربين اجانب اعلى مستوى ما عندهمش المشاكل الشخصيه كيدخلوها تقدر تدابز معاه في لونطريم ولكن يلعب كيلعب اوسكار الله يرحمه انا بغيت نفهم انا بغيت نفهم هذا خينا هذا علاش ما عندوش هذا المدرب الناخب الوطني هذا علاش ما عندوش هذا علاش ما عندوش هذه واحد الوقيته تيدويو تيقولوا بانه كاين التاثير والتواجد ديال حجي ما محله من الاعراب كمساعد مدرب قار يتغير المدرب ولا يتغير مصطفى بيني وبينك شكون اللي خصو يجاوبنا على هذا السؤال لان هذا السؤال تطرح ما مره ما يجوش حتى واحد ما بغى يجاوب عليه شكون اللي خصو يجاوبك على السؤال المدرب جاوب قال لهم حجي غيبقى معايا اساسي حتى واحد ما اساسي لا ما عندناش مشكل حيت دابا المشكل الا كان مدرب ومختار فريق العمل ديالو حنا غير وصل الاهداف اللي باغي الجمهور جيب معاك ما بغيتي مساعد التاهل والفوز باللقب صافي جبتها ودخلت كاع حيت دابا كوب دافريك اللي جايه حيت غادي خصنا نلعبوا عليها باش نديوها ماشي قول لهم شي حاجه هذه حنا خصنا نلعبوا باش نديوها هذا هو اللي كاين شحال هذه حنا خصنا نلعبوا باش نديوها واحد النقطه مهمه وغادي نرجعوا غنهضروا على القجع قجع كرئيس جامعة غنهضروا على الايجابيات والسلبيات ديالو السلبيات غنهضروا عليها حتى هي من بعد ولكن احتراما للمصداقيه ديال القناه ديالنا ان كل واحد كنعطيو الحق ديالو انه بالفعل حنا بغينا قجع انه يكون رئيس جامعه وانه السيد بالفعل خدام ودار شي حوايج جداد ودار بزاف ديال الامور ولكن هل يعقل انه الجامعه كلها فيها شخص واحد اللي خدام حتى الناطق الرسمي ما كنسمعوش اللي هو مقروف دابا الا بغيتي اللي بغى يدوي شي واحد خاص يدوي رئيس الجامعه حتى مقروف ما بقاش ناطق رسمي ديال الجامعه كيخرج وكيدوي كيتواصل مع الناس دابا رئيس الجامعه هو اللي كيدير كلشي هو اللي تيدير كلشي واش فهمتيني فهمتيني يعني واش دابا حنا مؤسسه غترتبط بالشخص يعني شخص انا المؤسسه واش ما كاينش شنو السؤال مطروح واش ما كاينش كفاءات دابا تنقول ماشي كاينش كفاءات او ما كاينش الثقه في هاد الناس عندنا حنا دابا عندنا مشكل ديال التسيير مشكل التسيير كارثه التسيير ما عندناش مسير حتى هو كنقول لك هو كاين القجع بوحدو اللي كاين في الجامعه حتى الا بغات تواصل اللي خص كل واحد العلودي ناطق رسمي ديال الفريق اللالي كاتب عام هذا كل واحد مسؤول على المهام وهذه ديال الخدمه ديالو بدون ما يلتقي التعليمات راه كدير العمل ديالك وما داكشي اللي كيملي عليك الضمير ديالك كديرو دفاعا عن الفريق وهذا على المجموعه وعلى المصلحه العامه والاهداف المستقبليه هادشي كنشوفو هادشي ما كاينش بزاف د الحوايج شوف خصنا بزاف التغيير بزاف ديال الحوايج التغيير بزاف ديال الحوايج اول حاجه خصنا التغيير في العقليه هذا هو هذا الشيء اهم التغيير في العقليه خص يكون عندنا روح الجماعه بعض الناس خصنا نتفاهموا على حاجه انت غتمشي مع الجمهور انا عارف كنعرفك انت اكثر مني انا عكس من هذا عرفت معزه طارت مس بعض الجمهور تيقول لك اللهم عموت افضل كان غادي يتعامل مع في المنتخب الاول غيتعامل افضل واحسن حنا كلنا كنا مع عموت حنا كلنا حتى الشخصيه ديالو كان ممكن انها تغير مجموعه ديال الحوايج راك عارفين حنا الصرمه ديال عموته وتا هو داك العرق المعكس ديالو ملي تيخرج بعض المرات رغم انه دار واحد الهفوه في هاد لاليست نهضروا عليها من حتى هي في الوقت ديالها الهفوه ديال عموته ماشي هفوه خطا هو بغى يتعامل هو خدم العاطفه عيط على الظاهر بدون الفريق كاينين لعابه تيلعبوا لعب كاع الماتشات في البطوله ما تعيطش له تعيط واحد مريح ست شهور كنهضروا في الواقع لا شوف يقدر يكون شنو بغى يوجدو بغى يتعامل تعاطف معاه باش ثاني يلقى فريق ويكون واجد وهنايا ما يكونش ديال ما يكونش الدور ديال السمسريه يعني ديال المانجر ديال لا دار الدور ديال السمسار ماشي لا ولكن السمسار يقدر يدخل باش ما ينتهيش المشوار بكري لا ماشي كيستيون ديال يقدر يكون شوف انا كنتيق في رضوان انا رضوان كيعجبني كنتيق فيه هاد البوست هادي ما حتى واحد ما كيجيني فيها من غيرك ولكن انا بلا فريق ست شهور ما لعبتش لا فهمتي لا ماتشات لا والو فهمتيني على منافسات رسميه واش فهمتيني اش بغيت نقول لك فهمتك نبريباريك من دابا تلقى فريق نتم الاستدعاء ديالك تدخل الكومبيتيسيون المباريات الاعداديه وهذا تلقى فريق باش تكون جاهز الكاس العربيه اللي غادي تكون امتى غتكون في شهر 8 المبدا ديال كل مدرب اسمح لي المدرب المبدا ديالو شنو هو؟
لاعب جاهز هو نخل. شنو هو؟ لاعب جاهز نخل الوطني ولكن لاعب مريح 6 شهور بلا فريق فين هو اللاعب الجاهز؟ علاش ما تعطيش اللاعب الجاهز وديال وجهه؟ علاش ما تعطيش الحق للعابه؟ كاينين 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 لاعبين اللي يستحقوا تكون واقعي حتى لاخر لحظه تم يعني تم استدعاء بنيشو بنيشو من الوليدات اللي شباب دري صغار ديال اسفل عيط لي في الشيب ياك ديال عيط الشيب يعني بنيشو كان يتعيط لي شحال هادي علاش؟ لانه باقي صغير وربح الكره المغربي علاش حنا ما كنامنوش عيط لي ملي ما بقاش احداد لا دابا احداد احداد باش مصاب الحداد سمعي لا احداد لاعب الزمالك اللي كان في الرجاء حتى هو كانت معاه هو ما كاينش هو خرج من لاريس بس مصاب خصو يكون حيت مصاب خصو يكون الدري بحال هذا يكون من الاول خصو يكون من الاول علاش حنا باقيين عندنا دابا مدرب لا دابا ولات تترسخ حتى في الجمهور حتى في طريقه الكلام ديالنا ملي كندوندويو راه باقي صغير كيقول لي شحال هادو 22 عام باقي 20 خصو 22 عام راه داير الاولاد ودار كارير الاحتراف النص ديالو بقى لي هو 22 خصو يكون دار المشروع من الكره بيني وبينك واش فهمتيني ولا لا هذا هو المشكل يعني كدوي كيقول لك باقي صغير الناس كتلعب لعابه عندهم 16 17 عام دابا كاين واحد القضيه انا غادي انا شتها بعيني وعشتها وربما انت عشتيها لانه كنت في عالم التدريب انه كاينين بعض الفرق وطنيه كبيره مثلا نعطيك مثلا فريق الوداد الرياضي شوف فريق الوداد الرياضي كاينين بعض اللاعبين اللي ضروري خاصو يدوز عامين في الكادي عاد يخرج للجنيو حتى يولي لاجنيو هاد كيجنيو ويلا كان انا كنت كواري كادي علاش ما نعرفش لكن بروميير ديريكت وياخذ يستافد وندخلو عنده 16 17 عام نفوت جونيور كاع نديرو في ليسبوار كاع قلت لك ينقذ مرحله علاش ربح الفريق والكره المغربيه والمنتخب الوطني وبزاف الحوايج حنا ديما عندنا ديك اللعبه ديال لا هذاك لا 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 ما تعيطش عليه راه لاج كادي لا 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 كان كوالي الاداء ديالو لا راه باقي يلعب في ليسبوار ويمشي حتى ليكيب لا راه باقي العقليه باقا عندنا حنا باقي صغير عندنا هو ما كيكون وصل تزوج ودار الاولاد وباقي صغير ما كيكون وصل لسن النضج حتى كيكون دار ماشي ملي ما نبقاوش نقولوا عليه باقي صغير هي ملي كيدير 27 عام 24 عام في ولا دابا الواعر شنو علاش ما نعيطوش لا 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 ما تسكتش علينا واش ما تعرفش شنو المنتخب اسمع باقي صغير يلاه 24 عام لا الواعر شنو هو دابا تيقول لي 27 عام وراه باقي صغير باقي يعطي كيوصل 30 عام اشرف صافي عطينا اتساع يا حيد لعبوا فيليب بلان فيليب بلان فيليب بلان فيليب بلان اعتزل دوليا اعتزل دوليا ودا جميع الالقاب ودا كل شيء 29 عام هذاك مثلا النهيري شحال عندهم العام سي محمد النهيري شكون واحد كان متالق ملي كان الوداد شكون واقعي ما رد ضربات لي الدبانه في راسو مشى من الوداد ما قلعش يعني هو اللي بغى راسو لانه كان مقلع اختيار كان خاطئ علاش لعب ما صبرش كان يصبر حيت واحد الوقيته لعب ولا كيدير اي حاجه باش يمشي في حالات ولا مشاكل الى اخره باش فهمتي ولا لا كيقل هو من حق اي واحد يقلب على المستقبل كيقلب على الفلوس والله يسهل عليه غير هو ملي كنوليو في المنتخب الوطني المغربي سمح لي ما بقى لعب بقات البساله ما بقى عاطفه الاحقيه للاعب اللاعب جاهز دي واجد اللي كيلعب مثلا قلت لك انا اعطيك بعض اللاعبين مثلا المنتخب الاولمبي او المنتخب الرديف ديال عموته علاش مثلا ملي خدامين مستقبل الكره المغربيه ملي غنولي الرديف كنعيط نفس اللاج اللي كاينين في ليكيب ا في الفريق المنتخب الوطني الاول شنو نستافدوا سالا وهذوك دابا بحال هذوك اللاعبين وهذوك اللاعبين قد بغيت سالا وهذوك طاحوا وهذوك كبروا كبر معاهم الاخرين قال البديل شوف علاش ما يدارش هذوك اللاعب ديال الفريق المنتخب الوطني الاول يكونوا اكبر سنا شيئا ما من الاولمبي عيط لي يكونوا واجدين حيموت زيبرة الوداد عيط لي سميتو الهبطي ديال الرجاء وليدات صغار وتنوجدوا فيهم الهبطي كبروا هذوك اي زريده ينزلوا هذوك تسالي هذوك طلع زيد جينيراسيون اخرى جايه جيل اخر جاهزه طيب لاعب جاهزين فاهمين بيناتهم اصلا صافي وديجا المدرب غيكون داير الفريق الاول غيستدعي منهم بعض اللاعبين تالقوا مره يلوحوا هادشي اللي كيديروا فرنسا ولكن هادشي راه ما كاينش عندنا في المغرب حنا كيجي المدرب هو اللي كاين هو اللي كيدير كل شيء اللي كيديروا فرنسا اللي بغى يعيطنا يعيطنا هادشي اللي تيديروا فرنسا هادشي اللي تيديروا بلجيكا هادشي اللي تيديروا اسبانيا غير حنا كنتبعوش فرنسا وبلجيكا واسبانيا في هادشي
كنجمعو غير في الكونفينمون كيسدو كنسدو والله الا هذه مشكله واحد القضيه عاوتاني كيشوفوا احنا حنا لسان الشعب حنا تنقولوا داكشي اللي تيقولوا المغاربه كاملين كيفاش كنتناقشوا كنهضروا على داك الشيء اللي كنسمعوا بآراءنا حتى حنا ولكن في نفس الوقت كنراعيوا لانه كناخذوا الكلام ديال ولاد الشعب لانه توص يعني خصك توصل الصوت ديال 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 ديال, ديال, ديال المواطن او ديال داك الجمهور حنا بصفه خاصه الجمهور الرياضي كتشوف واحد الـ واحد الـ واحد الـ المنظر او مشهد مستفز مستفز المغاربه كاملين ما عجبهمش الحال وكلشي مرض كلشي تيقول ويلي هاد الاخر كانوا غيتصاوبوا لنا الصوارخ قد الطاقم التقني اللي في الاحتياط اكثر قد العدد ديال اللاعبين اكثر بعد مرات اكثر احنا نديروا ما قد قد يعني كل مسؤول على لاعب اش كيديروا هذا طبيب التغذيه كيجهز اللي كيصاوب لي داكشي ديال ديال ما يمكنش راه مصاريف كبيره كتخسر على هذا هو الاشكال انا دابا جيت نمشي نقول لك انا تنقول لك القجاع القجاع واحد الانسان ذكي والدليل هو المنصب ديالو اللي كاين فيه بغينا ولا كرهنا الدليل انه ولكن الرجل لا شنو كيدير الرجل غير ما دارش ديال الصداع اللي غيخدموا معاه فين شوف يلا قبيله جبت عياد من هذا خاصو ناس يكونوا معاه اللي يخدموا صاحبي سؤال سؤال اللي واش ما كاينش كفاءات او ما كيتيقش في اللي كاينين او ما كيتيقش في اللي كاينين فما يمكنش شوف ملي غادي تكون كدير كل شيء سمعتي رضوان ملي غادي تكون كدير كل شيء رضوان ضروري غتغلط في شي حاجه ضروري غتغلط في شي حويجات وتقدر دوك الحويجات اللي تكون تغلط فيهم هما اللي كيكونوا مهمين بزاف هما اللي ما خصكش تغلط فيهم هما اللي تيكونوا مهمين بزاف دابا غير المشكله هاد الاطقم اللي حنا كنهضروا عليها دابا شكون اللي يتم اختيارها ولا الفرز ديالها شكون من طرف من يتم اختيار مثلا الاطر الاداره الوطنيه لا هاد الاطر اللي كاينين مع المنتخب اي في الاداره التقنيه هادشي ديال هادوك اكثر من عدد لاعبين شكون اللي انا لا اعتقد بان المدرب مثلا هو اللي كيختار طبيب الفريق ومساعد الطبيب والممرض ومساعد الممرض والمكلف بالعلاج الطبيعي والمكلف بالاغذيه والمكلف باش نكون واضحين بزاف انا كتشوف منتخبات عالميه تتلقى ما كديباساج كيبان لك لونترينور لادجوان ديالو وكيبان لك بريباراتور فيزيك يقدر يكون دوزيام ادجوان لونترينور ديال ليغارديان طبيب كيف كانوا كيبانوا عادي الخارجي الفرامليه معاه كيبانوا هذوك المساعدين ديالو المساعدين ديالو وكيبانوا داك الشيء كطاقم حلو كتحس بهم داك الشيء منظم وانتم زوين شوف علاش هذوك كيخافوا على المصاريف ديال بلادهم وحنا ما تنخافوش على حنا حنا تنعطيو بسخاء هذا الشيء اللي لواحد الدرجه هذا الشيء اللي تنقولوا حنا ديال طبيب التغذيه مهم اشياء مهمه ولكن ماشي ضروري بك معايا بوتوش ولكن رغم ذلك شحال هذه ما كانوش شحال هذه ما كانش شكون كان كيعطي النتائج شكون كان كيعطي له باسبور سي طبيب كيعطي له مشيتي لكاس العالم جوج مرات بالطبيب مشيتي ماشي كان ديك الساعه الدكتور الزاهي كان الدكتور الزاهي مسكين ابو جمعه الزاهي الله يشافيه كان مع الدكتور حسون واحد الوقت الدكتور حسون وي بيان سور كانوا هذوما اللي كانوا في المنتخب الوطني في الفتره اللي كان فيها الجنرال الحاج سليمان كان الحاج بوعزه كان كيدير كل شيء ويلي بوعزه راه كان كوتش ماتيريال كل شيء علاش لانه راه عرفتي دابا كيجي اللي ما عرفتش هذه القضيه بان ولده هو سكيلاتي المدرب ديال برشيد وي يلعب في الراجل ما عرفهاش اه قلت لك ما عرفهاش سكيلاتي راه ولده حتى هو من العائله هما عائله كواريه هما عائله ما كملوا الكره دوزنا ديك واحد الفتره دوزناها مع بعض الناس اللي تنساو حتى واحد ما بقى يذكر عليهم زاد حاملي الامتعه كانوا في الانديه كنا كنعرفوهم مثلا نعطيو مثال ومثال حي حبه وكريهه من كريم مثلا الحاج يعري مسكين هو عطاك وليد تبارك الله هو كيلعب هو مشى للمنتخب الحاج يعري راه قدم من تيران الراجل هو راه هو قدم من تيران هو تاريخ هو كيبان لي هو واقيلا عنده الشهر والنهار هو قدم من تيران الراجل هو قدم من تيران الراجل هو اللي دار هو اللي دار التاريخ هو اللي دار التاسيس تقدر تلقاه موقع كاع في الوثيقه ديال التاسيس ديال الفريق وهذاك شوف بزاف الحوايج حنا قلناها ونعاودو نقولوها رضوان خاص بزاف د الحوايج يتعاودو إعادة النضال ولكن بيني وبينك نفس هذه الهضرة شحال من مرة قلناها يجب إعادة ماشي شحال من مرة من إمتى من إمتى سنين ملينا الحل كاينين شي حوايجات بزاف تبدلوا وي كان تغيير كاين الايجابيه واش قلت لك انا اللي دويت على الرجاع قلت لك راه كاين شي حوايج ايجابيه تبدلوا في المنتخبات الوطنيه حتى بزاف الناس خصهم يفهموا واحد الحاجه راه ملي كنهضروا ما تتهضرش غير باش تنتقد وانما كتهضر باش تصحح باش
تشوف تشوف كرة القدم الوطنية من حسن لأحسن، تشوفها غادا للقدام. واش حنا كرهنا أننا ملي نساليو الكان ولا لا كان لكأس إفريقيا نجيو في هذا البلاطو هذا ويكون كأس إفريقيا محطوط حدانا هنا وفرحانين؟ ما كرهناش حتى حنا نشوفوها بحال هكا، ما كرهناش حتى حنا كل كوب دي موند ما ندوش ندبزو على الكوب دي موند. هو بطبيعة الحال كوب دي موند حنا مأهلين. النظرة ديال أنه الإنسان اللي كينتقد وكيكون النقد ديالو شويه لاذع، ولكن هو في مصلحه في مصلحه المنتخب الوطني وفي مصلحه الكره المغربيه، دائما كنظروا ليه لانه تشويش وعلى انه كذا وكذا. تشويش وهذا غريب، وهذا تشويش من اي من جات من عند بعض المسؤولين ضعاف الشخصيه اللي تيشوف شي انسان كينتقد وكيخايف كيبدي يهجم. علاش ما يكونوش عندنا حنا مثلا مسؤولين؟ يا ريت يا ريت يا ريت يكون عندنا مسؤولين غير ما متحزبينش، مسؤولين ديال الرياضه حيت الناس ديال السياسي يمشيو بعدو منا. علاش؟ انت نقول هاد الحوايج لانه السياسه ما غتعطيش للكره. لان علاش؟ لانه السياسه جايه طامعه في الرياضه، في الشعبيه ديال الرياضه. اي رئيس جا باش يتراس واحد النادي غتلقاه عنده مصالح اخرى. الله يرحمه، جا هو بغى يعطي لديك الفرقه. علاش؟ لان الجمهور كيتعاطف مع هذاك الشخص اللي جا لهذاك الفريق وهذا دونك وما عمرها تزيد. داكشي علاش ما كتلقاش اهداف مستقبليه ديال واحد العامين ثلاث سنين من هنا 10 سنين رؤيه مستقبليه. ما من هنا 10 سنين برنامج يكون مسطر. من هنا 10 سنين غادي يولي عندي انا كفريق لا وداد كيقول لك رئيس 30 مليار في العام. جيتي انت رئيس قبل مني ديت جوج بطولات باش نبقى انا خصني ندير اربعه، وباش نديهم خصني ندير جميع الوسائل، خصني نجيب الفلوس. انا كنقولها وتنعاودها رضوان، من نهار بديت نطلع في هذه المنابر الاعلاميه وتنقولها وتنعاودها، راه حشومه وعيب وعار. الراجا والوداد ما عندهمش طيره. خص يكون عندهم تيران ديالهم. ولكن بيني وبينك بلاش اجي ليا بشوي ندورو حتى باغي تجبد لي لساني انايا. غيزي انا كنقول القاصح اكثر منك انت، باغي كتراعي باقي حشمان المره الاولى باقي جديد اول مره باقي جديد معاك انا باقي جديد معاك. قلت لك واحد القضيه مهمه بزاف، خاص مثلا الرجاء يكون عنده تيران والوداد يكون عنده تيران. حنا بغينا الرجاء والوداد بجوج يخرجوا لينا السونتر دو فورماسيون ديالهم اللي واخدين عليه ملايير ديال 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 السنتيمات ديال الجامعه وباقا ما بان حتى شي حاجه. فما كنقدر نهضروا على ملعب يطلع لك ب 50 مليار ولا 40 مليار ولا 44 مليار، يعني ملعب خاص بالنادي. حنا هو دابا خسروا شحال ديال الفلوس معطياهم الفلوس على هاد المراكز التكوين باقي ما بانوش فينا. شحال خسروا بعدا اصلا ديال الفلوس؟ شحال خسروا ديال الفلوس؟ شحال خسروا؟ واش حنا غادونور هذا نهار تصب فيه الشتا ما لقاوش فين نلعبوا؟ واش هاد دونور كل عام خصو الاصلاحات؟ مشكله. واش هاد الراجل نهار تبغي تلعب دونور خصها تخلص العماله والولايه وتخلص هذا؟ يعني دوك لي فري بزاف خاصها يكون تيران ديالها، يكون عندها تيران ديالها وسبونسور كيجي. هي صعيب يتشاركوا في تيران بجوج؟ لا لا صعيب. لا ما كاينش فلوس مثلا 20 مليار 20 مليار يديروا تيران نص خضر نص احمر. عرفتي في الماتش ديال الوداد تلقى ذاك النص ديال الخضر كله مدكدك الاخرين حتى هما يجيك. دابا هنا تبقى شويه ديال العقليه باقا ما تغيرتش. عندنا جمهور زوين، عندنا ناس في مستوى الطريقه ديال التشجيع ولات واحد. واحد السؤال كلاني هنا واحد لي هنا، كي كيجيوك الوينرز خصوصا في العصبه دوك اللي تيفوا وداك الشيء يعني ولاو كيجيو خصوم تيقول لك مقبره وي تيجيو بزاف تيقول لك ناري حنا غنمشيو نلعبوا. والتاثير اصاحبي كياثروا على الجمهور. عنده هادي ولا تيهضر على هذاك. ودابا المدرب دابا ديال الاهلي شوف حنا ما نمشيوش بعيد غير ما تمشيش بعيد. واش نهار لعبت شحال من مره لعبات الزمالك والاهلي وتلاقاو في الكؤوس الافريقيه وتلاقاو شحال من مره؟ بزاف مرات تلاقاو ترجي. ولكن ما تقالش عليهم داكشي اللي تقال على الديربي ديال 4-4. الناس راه جاوا راه سيمانه رضوان كانت القناه العربيه بدون تواجد في الوقت. ما عرفتش فين كنتي انت فاش كانت القناه الاماراتيه؟ كنت راه ما يمكنش راه سيمانه. انا كنت تغطيه مع القناه الاماراتيه راه سيمانه والناس خدامه مع الجمهور وكيفاش كيديروا. ولكن هذيك كانت عندهم واحد الهدف لانه هذاك ما كانش عنده واحد يعني هذوك هذه الديربي يعني ما جاوش باش يتكلم على الكره المغربيه ككل بل هما حضروا غير على الديربي. شنو تنقول لك الطقوس ديالو قبل الديربي ومن بعد ديال الديربي؟ القيمه ديال الديربي هنا شنو اللي تخلصتي؟ القيمه الجماهيريه ديال الديربي يا صاحبي. شنو استخلصتي؟ راه سي با بوسيبل. اهتمام اعلامي وصل سميتنا ما عرفت فين. علاش حنا ما نديروش بحال هذوك البرامج بحال هكا؟
ايوا خصك تكون عندك افكار باش دير داك البرامج. وعلى ما حنا ما داش مخ مخخ اللي كيبغيوش كتبقى الناس غير في المناصب ما تنبغيوش. علاش؟ ما جو سي با مصالح شخصيه وكوا. هاد القناة الإماراتية جات للمغرب مشات للدور بركت مع عائلات ناقشات دخلات جبدت التاريخ. التاريخ اصاحبي راه جابت لعابة قدام اصاحبي جابت لعابة قدام. مشكلة. جابت جميع اللاعبين القدامى اصاحبي. راه حتى في التحليل ديال المباريات راه جابت لاعبين اللي لعبوا في الديربيات. وداروا تحليل تما وكانوا صادفوا نجوم وبزاف ديال الحوايج راه ما يمكنش. للمرة الثانية على اعتقد تحية الأخ أحمد توفيق. المرة الثانية ولا الثالثة وقيلة شوف فيها علودي الملعب هذاك الملاعب ديال الكاميرون باقا ما جاهزاش واليوم تيقولوا بأنه يا إما مصر يا إما المغرب اللي غينظموا هذا الكأس الإفريقي ديال 2000 نظموا عندنا خويا نظموا عندنا وحنا قاعدين نظموا. لا دابا ماشي مسألة قاعدين حتى المغرب حتى المغرب ولا بحال ديك الدولة المعطاءة وهي اللي كت اللي حصل يجي عندنا. لا فوالا لا بغاتو مصر بغاتو مصر أنا هذه مسألة مفروغ منها. عمر سيدني يبغي ياخذ شي دولة عربية ويخليها مقلقة بالعكس يعطيها ليها فهمتي ولا لا؟ ينظموه مصر دولة غير حنا غير حنا نمشيو نجيبو لو كان عندنا منتخب قوي وكان عندنا مدرب قوي شوف عنده كاريزما وعنده فكر ديال الانتصار وديال ديال التحديات بيني وبينك انا اتاسف كثيرا اننا لم نحقق القاب مع الثعلب كورونا كان مدرب ديال التحديات صراحه انا كيجيني خليل واحد وفيت شويه بغى هو راه حيت كنعرفوا انا نلعب ضدهم اللي كان في الرجاء الشخصيه ديالو معروفه غير هو ملي جا المنتخب ولا باغي يفرض واحد الشخصيه ولا كذا اما هو مدرب ماشي قد الطموحات ديال المنتخب الوطني وهذا رايي رايك يحترم وحتى هادشي راه باين رضوان هادشي راه باين حتى في طريقه استدعاء اللاعبين راه باين حتى طريقة استدعاء اللاعبين راه بان حتى التصريحات ديالو راه بان تصريحات ما نقولش لا مسؤولة وإنما نقول ما محسوباش أون فيت كتبغي تبين واحد الشخصية أخرى أو كتبغي تبين واحد الكاريزما شخصية اللي ساخت ما تتبانش باللي راها ديالك رضوان واش فهمتيني ما كتبانش باللي راها ديالك مي نتمنى إلا كان عندنا إلا كان كان تنظم عندنا نكونوا أقرب شيء ما بيني وبينك ملي تكون عندك فرقة هذاك شوف العلودي عندك برنامج ديالك شخصيتك كنعرفوها عندك لاعبين عيطتي ليهم أنا ما غندخلوا لك في والو أنا غير الله يرضي عليك ملي غنمشيو باغي نلعبوا على جوج ديال الحوايج نصف النهائي والنهائي خصك تكون شي حاجه سميتها نصف النهائي انا قلت لك حيت لو خدتي معايا الدومي فينال فينا حيت غنقول لك غتمشي تجيب لي لاكوب اسمح لي خصني نكون هاد الامور يعني بشكل قطعي نكون فضيت معك غادي انا غنتعاقد معك ولكن هاد الكلام باغي تقدر تجيبو غنسيني معاك ما غتقدرش تجيب سميتو غادي نجي السلام عليكم واش فهمتيني وغادي الا ما جبتيش راه بزاف ديال الامتيازات غادي نتراجعوا فيها بناء على كذا ونحصلك العقل غادي كيجي اوتوماتيك لا خيب وطني يا سفيان الا كان غادي بلاتي الا كان دابا هو الذكاء ديالو اذا كان الذكاء ديالو شحال من واحد دار لنا فهمتيني كيجي تيتعاقد معاك عقد فيه 4 سنين ولا 3 سنين ياك يعني من هنا عام غادي يكون عندنا كاس افريقيا هذيك العام كيشد 250 مليون 150 مليون 170 مليون 180 مليون للشهر ايوا غادوز ديك العام وجري عليه بغيتي تجري لي ها ابار بريم سيناتور ابار لي بريم ابار شحال غيدخل يعني يجي عندك ويجي يقول لك انا غندير السالي يقول لك صافي نفس العقد ما درناش الحوافز والامتيازات غادي نشوف واحد المكالمه سفيان لانه ما عطيناش واحد الحيز للمكالمات واحد الاصدقاء ديالنا تيتصلوا بنا دائما الو السلام عليكم عليكم السلام رضوان بخير خويا لاباس الله يبارك فيك الله ينورك كيفاش سفيان كيفاش خويا لاباس صافا خويا الله يحفظك بارك الله فيك والله ما كرهتكم انتم تكونوا انتم مدربين ديال المنتخب الوطني بزاف لا والو ندوم دورو بالسويطة افهم من الهضره معاك يعني غادي تكون واحد الروح في اللعابه قتاليه فهمتيني ولا لا اكثر غيكون انا نشوف شي مدرب المغربي كياخذ اكثر كياخذ النحلين بزاف فهمتيني ولا لا حيت غارك تكون واحد الروح قتالية في المنتخب المحلي انا النظرية ديالي انايا وكل واحد عنده النظرية ديالو حيت مع اللاعب المحلي كيكون هو كيتقاتل هذاك الدرابو ديال البلاد حيت معايش هو عايش معانا هنا في البلاد فهمتيني ولا لا حتى واحد اللاعب ديال اوروبا راه عادي راه كيخاف على رجلو كثر من القياس بلاتي بقى معايا غادي نطرح واحد التساؤل لك انت ولسفيان العلودي اللي
كل واحد يجاوبنا عليه ان شاء الله، كل واحد فيكم يعطينا عليه الجواب. هو سؤال تطرح ويجيني في البال ديالي، الفريق الاول لم تتم المنادات على حمد الله مدة هذه، عرفنا شنو هما الاسباب المشاكل، قلنا واقيلا المشكل مع رونالدو، من بعد مشى رونالدو بقى مع المشكل، خليلو جيت جا قال حقا عيطت ما عيطتش ما جاوبش، واخا ولكن عموته علاش ما عيطتش ليه؟ واللاعب متواجد في المغرب. لا شوف انا كنظن المشكل ماشي مشكل مع ناخب وطني، مشكل مع مروكا، مع ناخب وطني، هو كان عنده مشكل مع لاعبين، اللاعبين مشاو في حالهم. لا هو كان عنده مشكل مع لاعبين من ملي دار ديك ردة الفعل وديك البوليميك اللي كانت دارت، وانا غادي نعتزل وانا وهذا، ما بقى تجاوزت ابو محمد عبد الرحمن قال واحد الكلمة زوينة سفيان، قال لك عندك اسماء كبيرة وما عندكش مجموعة واللي يجمعها، ولكن نهضروا عليه من قبيله. هادشي اللي قلت لك انا، واش هذا هو المدرب ديال اللي غادي يخدم البروفايل ديال المنتخب؟ الله رضوان ما بقاش عنده مشكل مع شخص ولا عنده مشكل مع مؤسسة، من وجهه نظر ديالي انا، اللي عنده مشكل مع شخص او مع واحد او مع حجي او مع لاعب او لاعبين في المنتخب، لا تم منادات عليه المنتخب الثاني اللي غيلعب في 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 الكاس العربيه. اما دابا ملي ما تمش منادات عليه ابو ياسر قال لك ما عندوش مشكل مع المؤسسه، عنده مشكل مع مصطفى حجي. او مصطفى حجي ما عنده علاقه بمنتخب ديال لا المنتخب ديال ديال عموته، لا المنتخب الاول، منتخب عموته ما عنده علاقه به. ولكن اسمح لي، شوف داكشي علاش قلت لك المشكل ما يعيطوش لي لانه شوف داكشي علاش قلت لك ولا مشكل مع مؤسسه، ما بقاش مشكل. علي بن جلون قال لك في مقابله الغد الا كان الاداء باهت وغير مقنع اقاله العجوز في البلاصه، ما نزيدوش معاه السبت والحد ما كلف الثمن ان يكون الثمن جد باهت كرويا وماديا. ما نزيدوش معاه ثلاث ولا اربع، ما نزيد معاه والو انا، ما نزيد معاه ثلاث ولا اربع، لا اربع ايام لا خمس ايام. شوف هذا المشكل، واش شنو كاين في السوق؟ شكون غتجيب؟ شكون غتجيب؟ عموته. شكون غيكون المساعد ديالو؟ حجي. واش عموته غيقبل حجي يكون معاه؟ بن محمود. خلي بن محمود يتم منادات، شوف يتم منادات واخا يكون حجي كاع يكون بن محمود. وي ها هو كاين بن محمود، ولكن واش غادي يقبل حجي يكون معاه هو؟ يقدر، شوف يقدر، حنا نشوف لان حجي مطلوب ديال الجامعه وعمو ترى حنا في الجماهير وهذا يقدر يكون سميتو مي عندك انت اجوان ديالك اللي انت جايبه، ونقدروا نعطيو المحلي لوليد ركراكي. ما مقبولاش؟ لا وليد مزيان، وليد ما دايزاش؟ وليد السيريو دايزا، ما دايزاش؟ دايزا. وكاينين اللاعبين اللي تعيط لهم الى صابر، يوسف السفري، يجيو مساعدين ديالك. ديزادجوان، ديزادجوان ديالك. شنو المشكل؟ نتفق معاك. شنو المشكل؟ واحد ما تقولش لي شتيه هنا عاد قلتيها انت، راه خطيره. الشف. باش بغيتي واحد القضيه، انا غادي باش سي زيزو زيزو باش نكون معاك، انا العلودي خرج على تمارا ولا ما تمارا، شكون اصلا العلودي ملي جا لتمارا كانت ديجا غارقه. باش نعرف القضيه. خويا اسمي الشروجي اصلا. فهمتيني ولا لا؟ سامعي سامعي سامعي. لا كاين بعض الناس دابا كيبغي يدير فيها هو القابز ديال الدرب. الاخر هو اللي كيتصيد داك القابز ديال الدرب. الله يسامع. شكون هو؟ شكون هو؟ اول حاجه حنا اول حاجه تكون الاحترام. عادي هادشي. غادي ينجح مع كاع الفرق، ماشي عادي، ماشي انت تدافع عليه، ولكن من اللاعبين اللي عطاو الشيء لكاس الكره المغربيه ومازال في البدايه ديال المسار ديالو في التدريب راه كيتعلم، ملي خدا الفريق ديالو انا هذا الموضوع ناقشوا معايا بالجراه، قال لي حنا الاولين غادي نطيحين، يعني علاش شنو الاسباب؟ قال لك حنا ملي خديت الفرقه كنخداها كانت صافي، اللي عطى الله عطاه، فهو جاي يحاول قد ما يمكن انقاذه، ملي ما كاينش راه يقدر يستمر مع الفرقه ويرجع للمكانه ديالها الطبيعي، ولكن عادي. واش كتشوف انك قادر انك تعاون؟ دابا هو مدرب في البدايه ديالو باغي تحط منتزه زعما باش تبان واحد. لا عادي بالعكس اخويا رضوان، شي بحال هذا، شي بحال هذا بالعكس، بحال هذا يعطيك رغبه باش انك تزيد تخدم ودير وهذا، واه عادي راه كتشري كيلو ديال الليمون كتلقى فيه وحده خامزه، واش غتاكلها؟ ولكن ديك الخامزه غادي تلوحها صافي سالينا، اذا بدا التعليق ولا شي حاجه زوينه. عادي والله عادي، بلا ما نقولها عادي اصلا. شوف نتمنى انا سفيان العلودي دابا هو على فريق اللي مكلو يلقى فيه الراحه ديالو ويتعلق معاه. دابا هو شاف الماتش ديال البارح، هو شاف الماتش ديال البارح، واش فهمتي؟ نقلوكم البارح كانوا منقول، كان منقول قلتي لي حتى في التلفازه تتهضر داك الشيء وكتعاود بيموت ونتعوج انا وخرج في صدري وهذا. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك،
تحيه لعبد الرحيم شكالات لانه هو اللي كان هو اللي كان في وداد فاس هو اللي كان في وداد فاس دوزنا مقابله اللي كانت مزيانه مي هو اللي ما عارفش هو اللي ما عارفش انا الدبلوم ديالي لا يسمح لي باش نشد وداد تمارا انا كنت مدرب مساعد مدرب انا وهشام محذوفي من بعد ما قدم الاستقاله للمدرب اللي كان فاحنا استلمنا زمام الامور في الفريق كيما نقدروا ننجحوا كيما نقدروا نغلطوا هي بدايه الجميع نشجعوا بعضياتنا حالي بحال جميع المدربين عزيز الشرف كيما نقدروا نكونوا سد عليا هذا الموضوع ما كاين باس كلشي زين الحمد لله كلشي زين الله يصوب قال لك اسيدي عزيز الشرف قال لك كاين الزاكي والطوسي وفتحي جمال تقدروا ثلاثه نعطيهم منتخب كل واحد عنده فكر ديالو كل واحد مدرسه ديالو مختلفه على الاخر انا مع يكونوا مدربين اللي جايين في الطريق فوالا يكونوا الدراري الصغار غنستافدوا منهم اكثر هادشي اللي بغيت انا نفضل والد ركلاكي وعمو انا نفضل نهار نكون انا نفضل نهار نكون علاش قلت ماشي ما يستحقوش التواجد في المنتخب ماشي ما يستحقوش التواجد في المنتخب ولكن المصلحه العامه كتغلب على المصلحه الخاصه علاش قلت المصلحه العامه رضوان انا كاطار اللي الله بادي في مجال التدريب ملي يوقف قدامي زاكي طوسي جمال وكيقريوني التدريب غنستافد بواحد الشكل كبير لا بطبيعه الحال غنستافدوا يعني غادي يجيو اجيال شفت واحد القضيه فرحت انه في الفئات العمريه شفت يعني اللي ولاو مكلفين باداره التقنيه الخاصه بالدراري الصغار وهذا لان عندي اهتمام بداك الشيء فهمتي الانسان كتكون وليداته ولا شي حد في هذا الفريق فملي شفت نور الدين نيبت اسم كبير فتحي جمال عطى شي كثير للرجاء كامل اللعابه مزيانين في انجلترا لعابه كبار الكبار اللي كتشوف هادو اللي تتشوف هادو هما اللي مكلفين كتحس بواحد الارتياح كتفرح بيان سور ملي تيجي لك واحد قال لك لا هذا ميتشيل دو كذا ولا دو هذا وهذا فرونسوا دو كذا علاش هذيك السميه تيلعبوا عليها تيجيبوا من نص مصريين اللي تيتصمصروا بهم تيجي تقول لك هذا ملي تتجي معاه ما تيفوتش معاك حتى اقصائيا ملي كتجي تشوف السي في ديالو هذا اصلا كيعمروا لك السي في الا بغيتي راه يعمروا لك في انا كنشوف اشنو غادي يعطي الاضافه اللهم اسيدي عطاو اللاعبين المغاربه كيف قلتي انت مثلا قلتي كاين صابر كاين هذا كاينين كاين وليد ركراكي كاين عموتا مع بن محمود وليد ركراكي يكون مع صابر سعيد شيبا غادي من هادشي زوين سعيد شيبا كنقول شي مازال شيبا مازال خصوش يطلق في التدريب كاين الناس اللي جايين عموتا عموتا خدا تجارب الناس اللي جايين وليد ركراكي خدا تجارب جاهزين ياخذوا زمام الامور كما تنقولوا المنتخب الاول يكون فيه عموتا وليد ركراكي ونجيبوا بن محمود وشيبا نعطيهم محل وصابر ويوسف وطارق السكيتاوي وطارق السكيتاوي راه كنت تجربه كبيره وكبيره بزاف والاداب هذاك الدري اجي شفتي واحد اللقطه شافوها المغاربه كاملين تلاقى هو وبهذ المناسبه نتمنوا الاستعداد هذه الشفاء العاجل وعند هذه السكيتاوي الله يشافيه من اطيب خلق الله صاحبي صديق واخ هذا هذا السكيتي كيعاقبك بالادب هذوك التريكه الا ما يعاونكش مادبه الا ما يعاونكش ما يضركش والله ما هو يضركش ويعاونك باي طريقه يعاونك ولا يعاونك غير بالتوجيه الله يحفظ هذا ابتسام صورت مع خوه صور باش بعدا اصلا هما كانوا ما كانوش مزيانين ما يكونوش مدربين ناجحين بريمير ديفيزور بمسهل عليهم حيت هما مزيانين الا مزيان مربين هذاك جا تصور الكبير كبير بس الصغير راسو الصغير فرحان به كيبوس فيه فرحان به عرفتي هاد الحياه كنا كنشوفوه واحد الوقت قديم ما بقاش بقيتي تشوف كنتي كتشوف جارتكم هز داك الخبز كتمشي تهزو ليها كدير ديك الله يرضي عليك كنتي تجري الفران توصلوا ليها وتجي كتجي التقدية جاني بحال رجعني لهاد الحوايج التصرف ديال تلقى راجل كبير تسلم عليه دابا شنو راجل غادي عيطو وقد باك كيدير لي سلام عليكم كيدير ربي حسن افين ما بقاش داك الاحترام شوف دابا حتى الخلاف التعارف كيدخل واحد لعب الكره تيدخل واحد تيقول لي وانت درتي واحد ودابا المشكله رضوان المشكله ان هذا الشيء هذا ان هذا الشيء هذا اللي كنهضروا عليه اللي دار طريق مع خوه ولا دار سعد الهادي مع طريق ولا شي حاجه راه ولا هذا الشيء اللي هاد التصرفات اللي كنهضروا في الشارع وهذا راه العادي راه النورمال راه اللي خصو يكون عادي بحال السلام عليكم ولا كيجينا واو في شي شكل ما يمكنش وجدوا ريوسكم العلالي والعلودي يقدر يعيط لك مع موتا حيت عيط على الناهر بدون فار انا باك انا فرحت انا ولد الله ما تخمم برك حيت 10 كيلو انا غندير لا بوست غندير لك انا راه حيت 10 كيلو ندير الهم نديرو قدامنا جويعه تما ونخليو والله ما كاينه احمد توفيق تيقول كابتن رضوان لماذا الزاكي الى اللي كانت نتائج جيده
لكن كان الأداء غير مقنع وتم إقالته. لماذا لحد الآن أكثر من سنة المنتخب لا يقنع والمنتخب بدون هوية؟ ماذا ننتظر؟ والتصفيات على الأبواب. كلام زوين هذا. يعني الزكي كانت النتائج ولكن الأداء غير مقنع، كان الأداء كيخوف، تمت الإقالة دياله بدون تردد. اليوم خليل وزيتش لا أداء، لا أداء، أداء بقى النتائج، النتائج متذبذبة يعني، وباقيين صابرين عليه. هنا راه هذا هو المشكل. دائما حنا في البلاد مطرب الحي لا يطرب، وللأسف هذا هو المشكل عندنا. خبز الدار هذا هو المشكل. لا والله لا الدار ياكل برا والله يا بو. بالعكس لا شي واحد جاي عابر سابير طلب تعطيه خبز الدار يجي يديه ياكل مزيان، ما عنديش تما انا. هذا هو المشكل عندنا. راه كنقولها قديمة، خصنا نبدلوا العقلية، نبدلوا بزاف ديال الحوايج خصو يتبدلوا. تحية للسي عبد الله والسي عادل العطيف هادي ودريس بن ابو محمد عبد الرحمن. عرفتي علاش كنقول لك انا محمد عبد الرحمن؟ كنقرا لي هو احمد توفيق، لانه تنعرفهم اصدقاء مخلصين وتيفهموا في الكوره، شكون معك واضح بشكل. وكريم السديه السي محمد نونوس وكاع الاخوان تيقول لك السي العلالي لماذا لا يوجد حمد الله في المنتخب؟ وهذا السؤال مابقاوش نهضروا عليه لان دوينا عليه ودافعنا عليه وتكلمنا مرارا. مايمكنش ان المنتخب الوطني يبقاو حابسين وحنا العلال العاب ديما نبقاو حاصرين داك المشكل في اللاعب، فقط المصلحه ديال المصلحه العامه فوق كل شيء. عجبني الميساج ديال ابو محمد. اش قال لك؟ عجبني الميساج ديال ابو محمد. باي خطا يلعب؟ اه راه داك الشيء اللي بغيت نقرا لك، نلقى لك الملاعب يلا قريتها ما تعالك طلعوا. المهم غدا غنتفرجوا ابو محمد نتلاقاو مورا الماتش. قول لي اذا بانت لك شي حاجه قولها لينا. لا ابو محمد اشوف ابو محمد غادي نجي للمعلم كفته. ابو محمد يا واش ابو محمد هذا جد اخويا ابو محمد غدا نتلاقاو وقول لي اذا انت الى بانت لك شي حاجه. امين السباعي. تاهي اخويا امين السباعي توحشناك شحال هذه ما شناك. غادي نجيو لواحد النقطه مهمه. عموته وليد الركراكي الى شفت المنتخب الاول، حنا كنقول هذا احتمال أو متمنيات، كنتمنى انا شخصيا مثلا عموته وليد الركراكي شدوها، واش غادي نعطيوهم الوقت الكافي وغنصبروا عليهم بحال ما كنصبروا على المدرب الاجنبي؟ ولا غنتسناو النتائج في البلاصه؟ ولا غنبغيو نتائج انيه؟ ماشي غنتسناو، غنبغيو انيه يعني خص نتائج. يعني مباراه وديه كتبغي تحوس حيت المغربي ديما كان سميتو ديما الاجنبي يصبر عليه ويعطيه الوقت. علاش؟ واش كنخافوا نقلقوا شي حد؟ لا واش ما كنتيقوش في 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 الناخب؟ هذا هو المشكل. واش ما كنتيقوش؟ راه ملي كتجي كترجع اللاعبين اللي برزوا في كره القدم الوطنيه، فالاغلب ديالهم لاعبين ديال البطوله المحليه ولاعبين منتوج محلي خالص، هذوك راهم تكونوا هذا على يد مؤطرين مغاربه، تكونوا على يد مؤطرين مغاربه. فالى الى كنا غادي الى كنا غادي نديروا حنا جبنا كاع هذا سميتو تخين هذا اللي جاهد هاد المدير التقني ديال الجامعه وشن اش عطانا لحد الساعه؟ ها هو اجنبي كاع. لا دابا السؤال دابا الاداره التقنيه وشن كاع وشن اوسي الزكي جابت فتحي جمال جمال واش بخبر كاد وشن في الاول ما بغاش طوسي الزكي وفتحي جمال؟ اه بيان سور تجي عطيتي قال لك فاق واحد النهار حقو الواد ندير ليهم حتى هما سوبلوس سوبلوس يجي يستجوبهم. تخيل معايا دابا وشن بغي يستجوب الزكي. دابا واحد القضيه السؤال اللي السؤال اللي قبل من هذا خصو تطرح هو تتقول مثلا كتحط مقارنه ديال هذا اوشن مدير تقني منين البلاد؟ من الويلز ياك؟ كتقول هذا الويلز بيدها كاع اشنو حقات على المستوى العالمي في المشاركات الاوروبيه من غير جيكس؟ اش دارت كاع كاس العالم؟ لا اش دارت كاع من غير جيكس؟ رايان جيكس وكارت بيل يعني هاد شنو عطات؟ فيعني الا بغينا نستافدوا من الكره البرازيليه، نهار استافدنا من الكره البرازيليه راه مشينا بعيد وامتعنا مع فاريا الله يرحمه. مع فاريا ياك ولا لا؟ الكره الارجنتينيه مع اوسكار والفرنسيه مع اوري ميشيل مع اوري ميشيل مع رونار مع مجموعه من فهمتي لا؟ يعني الويلز شنو لا خبير وكان كيعطي يا ودي الله يهديك راه يقدر ينجح تما ما يقدرش ينجح هنا اللي مويا اللي كاينين هنا راه احسن من تم. رداك جاتهم القهمه وما بقاوش حتى هما باغيين يخدموا ما عطاوناش. شنو هو الدور ديالو دابا المدير التقني؟ شنو هو الدور ديالو؟ شنو الدور ديالو؟ شنو كيدير لينا؟ شنو كيوجد لينا؟ شنو كيصاوب لينا؟ غيجي يحضر في البيرو يدي 70 80 100 مليون 120 مليون. هنا بعدا هنا نهضر على الجينيراسيون ديالي من 2015 وحنا واحدين في ديبلوم سي ما دوزناش ديبلوم بي حتى خداو زمام الامور
زكي وجمال والطوسي عاد غادي يكون من هنا للقدام غادي يكون في غضون الاشهر اللي جايه راك على درايه بهذا الشيء غادي يكون ديبلومبي. مي راه ما كانش كنا من 2016 وحنا حاصلين في ديبلوم واحد ما دوزناش. مشكله مشكل يعني ما كاينش داك الانسجام كنتمنى انه هادشي سي هذا ماشي مشكل ديال الجامعه هذا ماشي مشكل ديال رئيس الجامعه ماشي مشكل مشكل متعلق بالتقنيين المدير التقني باللي جا المدير التقني والمساعدين ديالو هما اللي كنتمنى ان شاء الله باذن الله يعني هادشي يتغير ونرجعوا نشوفوا. وباش قتلني انا باش قتلني الفئه السنيه ديال المنتخبات كامله دارهم اجانب والمساعدين ديالهم مغاربه يعني باينه انت باش قتلني انا سي نورمال انت جيتي عطيتي يلقى الخير ربي يعيط على بدو يجيبو سمح لي دار لنا واحد الشكاكيره وبدا يدور في العصابه. اه المشكل هو انا مثلا الا ما كنتيش غادي تجيب الزاكي والطوسي الا ما كنتيش غتجي ونعطيهم اداره التقنيه تعطيهم مدرب ديال المنتخبات واحد ديال الفريق الاول ولا الرديف ولا واحد الاولمبي الا ما كانش هذا الشيء اش غادي تجيب الدخل تما كاين فتحي جمال كاين نيبت كاين هذا اوشن وكاين مازال اجانب اخرين خدام اللي جابهم مع مسلسل اخرين راك عقليه أيوه وغي... واحد هذا الشيء راه غيولد صراعات واحد العقليه داخل الاداره التقنيه ماذا استفادت خاطي ديك ديال ذكرتي ذاك الشيعي ذاك ماذا استفدنا من هذا ماذا استفدنا من هذا السؤال هو نفس الشيء حتى الجمهور دابا غادي يقول لنا يقول ماذا استفدنا من هذا السؤال من هاد اوشن وفهمتي ولا لا نجيبوا شي حاجه اللي غادي نستافدوا شي حد اللي غنستافدوا منه شي حد اللي غيعطينا الاضافه ياك نجيبوا بنادم كنعطيو الاضافه غير هو كيعمر الشكار وكيزيد في حالته واش هاد المغاربه ديما حنا بقاو نعطيو 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 حنا غنعطيو وناخذوا ناخذوا بلاش ناخذوا ما نعطيوش نعطيو وناخذوا رونا كنعرف كنعطيو ما خدينا والو شوف رونا من المدربين اللي كانوا كيتقاضاو اجر كبير ولكن كيما كان الحال فحنا واحد الوقت مع رونا طمعنا في لاكوب دافريك مع رونالد ولينا كنعرفوا واحد التشكيله قاره ولا عندنا واحد اللاعبين كتدخل المباراه كتقول غنربحوا بجوج غنربحوا بثلاثه ماشي واش غنربحوا فالى الى 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 غنعطي خصني ناخذ اي حاجه خصني يكون عندها مقابل بصح لعابه شحال من لعيب داز في منتخب الوطن المغربي مؤخرا طلق القوري يوسف روسي شيبو شيبا اسلام وادو لاعبين زيد اللي قبل منهم اللي كنهضروا موحل يعقوبي هذا موحل يعقوبي المختاري لو كنا خدينا مثلا هذوك شدينا هذوك الوليدات وهذا اقتراح الرئيس الجامعه هذا اقتراح يعني من القلب حبا في الكره المغربيه وحبا في ولاد البلاد تكوين هذا لو تشدوا الوليدات ديال كل جينيراسيون نكونوهم هما اللي غاديين في المستقبل يكونوا مدربين انا مثلا غادي نجي ندير لي ديبلوم ونعطي لهاد الوليدات وهذا راه تشكر عليه الجامعه انه ولا عندك لي ديبلوم كتخدم عندك في المغرب واحد الوقت راك تمشي لكرير فونتين واحد الوقت تمشي لفرنسا تمشي لبلجيكا علاش قلت لك انا خصني ندوي في الامور السلبيه حيت انا تنتقد الخجعمه من مره ما جوج ولكن ماشي ولكن كاينين شي حوايج ماشي زعما كنقترح ما كنحملوش لا ما كاينش غير الانتقاد يصب في مصلحه ديال كره القدم الوطنيه ملي كاين ملي دابا ولا عندنا وليتي دابا حتى بحال داركم كتخرج تحضر كدا تقرا شويه طن واحد شهرين ثلاث شهور اربع شهور كتاخذ لي ديبلوم ديالك واحد الوقيته كنتي خصك فلوس خصك طياره خصك تمشي لكريفونتين ولا تمشي لبلجيكا كيف قلتي تمشي هولندا ولي ستاج وهذا وسيروجي وهذا باش كتاخذ ومشكل اللغه العائق ديال مشكل اللغه شتي ولا كان المانيا راه في الالمان شحال واحد جابو من المانيا جاب ديبلوم من المانيا ومن فرنسا من بلجيكا من هولندا رشيد داوودي طيب جرين دوزو في المانيا يعني اليوم ولا عندنا هادشي هذا يحسب للقجه الابرو ولا في المغرب واش كتفق معايا الابرو ولا في المغرب تحسب للقجه هذا تحسب ليه لانه باش تولي الجمعيه العموميه ديال الاتحاد الافريقي تدار في المغرب ولي الفيفا الفيفا تجي فيها رينيو عندك رينيو هنا ولكن واش كاين غير القجه بوحدو ما كاينينش مع رؤساء الانديه اللي كاينين عندنا هنا في المغرب واش ما كاينش رؤساء انديه اللي نشدوهم نديرهم هما يكونوا دي زادجوان ديالهم حتى هما خصهم تكون حتى هما خصهم تكون اذا عندنا ازمه مسير كلشي خصو اذا نجمع كلشي وقول له الله يعاون كلشي خصو تكون باش نتقدموا باش نزيدوا شوف كلشي خصو تكون كلشي خصو تكوين راه اللاعبين القدامى خصهم تكوين في التاطير خصهم تكوين على مستوى التدريب حتى المسؤولين راه خصهم يديروا شويه تكوين في التسيير راه تسير الشركه ديالك ماشي هي تسير فريق سي با باغي راه ماشي بحال رضوان راه ماشي بحال بحال ماشي بحال بحال مشكله دابا كتشوف كاين رئيس الجامعه الا عطيني شي اسم كيبان لك هو اللي هو كاين هو النجم
من غيره ستار هو اللي جرش عليه. ها دابا دابا انت شوف رئيس الجامعه ديالنا كاين شي حويجات اللي خصهم يتصلحوا ويتو وي مع رئيس اللي ما كيتقبلش النقد. شوف انا انا بالنسبه لي رئيس الجامعه فوزي القجع في الجامعه بحال ميسي في منتخب لاطفيا ضروري وراه مكنين عليه النجم والنجم مول رونالدو في رونالدو في البرتغال. شوف غير يخطاهم يدخو غير كنقولوها دائما يجيب الناس اللي يخدموا معاك. دابا ملي كيضطر رئيس الجامعه في ميساج ولا ديكلاراسيون لا بريس يضطر هو اللي يخرج يدوي هو اللي يدافع هو اللي يقدر يهدن عرف راه ان 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 لي زوا لا طيرو لي زوا اوكي يا يزيدوش ما كيديروا لي حتى كتبقى تسنى بزاف انت اتاكو ما كتجيكش كتولي دير تولي طيح لوسط التيران تاخذها دابا راه هادشي اللي كاين دابا رئيس الجامعه ها هو تيدافع ها هو تيغوت خرجت هادي خصو يبرد التحكيم يبرد هادي يبرد رئيس الجامعه هو اللي في يومه يطيح لوسط التيران ويشد يجري بها حتى البوطو خاونا ولا شنو شوفي ديك الساعه انت باقي ما جيتيش لا باقي ما انا لعب انا جيت للراجا فاش كنتي في اسفي هي هذيك مشي لعمان قمت مشي لعمان جيت كان اول كنت كونفوكي لعبتي في نهضه الكاره لعبت في نهضه الكاره 15 عام 17 سنيور ما لعبتش جونيور ما كانش عندنا حنا فئات في الكاره كنت لعب في الدوريات ديال رمضان وجيت لعبت 15 عام بغيتي نحاولوا ندوزوا معنا ابو محمد عبد الرحمن غير كمل اخويا 15 عام 17 عام لعبتها في الكاره ومشيت نقل الحضاري الطوبيس الو لعبت 15 عام نحاولوا ندوزوا نقص انت معايا مباشره ابو محمد غير نقص الصوت ديال اللايف في الكاره ومشيت نقل الحضاري الطوبيس الو لعبت 15 عام اطفي التليفون عندك نقص انت معايا مباشره ابو محمد غير نقص الصوت ديال اللايف كتسمعني دابا سير دوك في التليفون عندك كنسمعوك غير تفضل تفضل ابو محمد تحياتي خويا رضوان وتحياتي للسي سفيان اسمعني دابا سير دوك في التليفون كنسمعوك غير تفضل تفضل ابو محمد غادي نقول لك منين غنبداو منين غنسالي هذا هو المشكل حيت الموضوع كبير وكبير بزاف نعم في مجموعه من النقاط اخويا رضوان كنسمعوك غير تفضل الا جينا غنديرو على اول حاجه هو المشكل ابو محمد كاين عندك الصوت ديال اللايف نقص منه ودوي معنا غير بوحدك المكالمه راه يهضر معنا غير انت ما تخليش الصوت ديال التليفون باش نسمعوك لانه كنسمع الصداع عندك الصوت ديال اللايف كتسمعني دابا ودوي معنا غير بوحدك المكالمه راه يهضر معنا غير انت ما تخليش الصوت ديال التليفون يلاه تفضل تفضل لانه كنسمع الصداع قلت لك اخويا رضوان اول حاجه ما غاديش ندوي على واحد الماضي ديالو ولا كيفاش كان الوحيد الان يلا تفضل تفضل اوكي عاود ارجع الصوت واش العقليه ديال الوحيد كتلائم مع العناصر اللي كاينه عندنا يلا تفضل تفضل العقليه اللي كاينه دابا قول لي كتب السؤال ديالو كتب السؤال ديالك ويقراه رضوان كتب السؤال ديالك كاين سبيع من المانيا تيقول لك واحد الخبر هو اللي مؤسف سمعناه قبيله قبل البرنامج ولكن ما تاكدناش صيفطنا الاخوان ديال شوف تي في صيفطهم باترون باش يمشيو يشوفوا يتحققوا من الخبر يمشي يشوفوا اللاعب كيقول لك الاخبار انه تقريبا 16 شاب سنهم ما بين 15 الى 17 نقص شويه الصوت ديال هذا الخندوي يتحققوا من الخبر يمشي يشوفوا راه قطعت حيد انت من تما الصوت صافي قطع الصوت من تما باش نبقاو نسمعوا الصوت واضح قلت لك اخبار تيقولوا بانه دراري عندهم يعني باقيين شباب السن ديالهم ما بين 15 17 سنه في درب السلطان قطعوا اعصاب ديال الرجل ديال هذاك اللاعب محمدي ايمن مريد هو اخ حارس مريد اللي كاين في الوداد هو الان في العنايه المركزه هذا ميساج من عند با ميلود قرطوطو كيبلغ لك سلام سلم لي على با ميلود قرطوطو نور الدين قرطوطو عبد الله قرطوط تحياتي لكم هذاك الوليد شنو وريتيني في الصوره اللي وريتيني في الصوره رجليه بجوج يعني دار لي ما فهمتش اش دار ليهم كاع الدري هذا اش غيكون دار ليهم واش العقليه باقا بحال هكا هذا دابا كنهضروا عليه تعرف واحد مسكين هذا شحال عندهم هذا شحال عندهم هذا شحال 16 17 واش كتسنى من هذا الجيل واش كتسنى كارثه ما يمكنش اصاحبي راه حشومه كاع حط راسك غير انت في بلاصه هذاك واش انت بغيت انت شي واحد يدير لك بحال ما هكا حشوم اه
نتمناو الاولياء نتمناو ليه الشفاء ويرجع ونتمناو هادشي ما ياثرش ليه على المستقبل ديالو مقتبل العمر صح ودري كيعودوا عليه كواري كاع دري زوين في كورتو باش مزيان انا شفتو تعودوا عليه زوين في كورتو ماشي شي واحد اللي خايب يعني شي واحد اللي تقدر تسنى منه شي حاجه لا انا تنشوف الى ابلغ الحقد بالانسان انه حتى وان كانت لك معاه مشاكل يعني ماشي الضر انك تاديه خصك تعرف هذاك التواب كان عنده وليدات وعنده مستقبل وعنده عائلته تيجري عليها وعنده مواطن باغي عليه ماشي همو عائله كلها من الام والخوت وخواتات وتلقى ربما هو اللي هاز العائله جي انت دير التصرف بحال تريب عائله كامله او مثلا تهرس لي رجلو او المهم بصفه عامه انك تاديه في صحته باش يولي عاجز على ديك المهنه اللي خدام ليه هو كيقتات منها وكيعيش منها وكيصرف كياكل من عائلته ما فهمتش انا التفكير ما عرفتش رجعي تفكير متاخر حشومه بزاف انا فهمت مسكين نتمنوا ليه الشفاء وصافي هادشي اللي كاين كلمه اخيره اش كتوقع في الماتش ديال غدا ديال المنتخب الوطني المغربي لا شنو كنتمنى اما التوقع ما تقدرش توقع لان عندنا باقي ما عرفنا دابا ديما بحال كنشوفوا يلاه منتخب جديد يلاه كنعرفوا زياش حكيمي سايس اش تقول لي اشنو تتوقع من الاداء ديال زياش الاداء ديال الاداء الفردي ديال كل لاعب مي الاداء ديال المجموعه ما تقدرش انك توقع اللي تتمنى انها تكون نتفرجوا في الكره ونتفرجوا في المنتخب اللي حنا باغيين نشوفوه ولا اللي كنتمناوه ولا اللي كنطمحوا انه يكون عندنا ونتمناو تكون ماشي النتيجه ماشي النتيجه ونتمناو حتى المدرب حتى هو يوصل الفكره والتكوين ديالو على اللاعبين اللي باغي يعتمد عليهم بصفه نهائيه باش ملي يبدا يشارك بمنتخب وطني قار وتشكيله قاره باش يوقع ذاك الانسجام ما بين باقي العناصر اللاعبين الجدد الا غادي نجيب كيف قلت شي لاعب اللي هو كيعطي الاضافه مع الدخول ديالو ما غاديش يخلق مشكل بحال مثلا الاحمدي سميتو الحدادي اللي كان في البارسلونه منير يعني ملي جا بدا الدري لعب على اعلى مستوى دخل ما فيهش فرق راه غادي كتشوف حنا مازال كنتمناو منه بزاف كنطمحوا افضل كنتوسموا فيه خير ان شاء الله احسن من هادشي الله يرحم لك الوالدين ملي غيكون هو وزياش ونصيري راه غادي يكون عنده كاليتي ماشي ما عندوش وعندي الدراري اللي مشاو من البطولات هما لاعبين على اعلى مستوى ملي كتهضر على الرحيمي وتهضر على الكعبي وتهضر على لاعبين راهم يستحقون التواجد في المنتخب نتمناو الدمج ديالهم الاقحام ديالهم في المنتخب يكون بواحد العقلانيه ويكون في الوقت المناسب اللي يدخل ما يتحرقش يدخل وفي المستقبل يثبت المكان ديالو يثبت المكان ديالو تقول هذا دخول ايجابي هو ملي غادي يعطي الاضافه غيتبات المكان ديالو بالزمنه وبالزمن المدرب شفنا عدد من اللاعبين اللي مشاو من البطوله نتمنى انه تكون اللي كتحكم في الاختيارات هو العطاء والاقتناع بالمستوى ديال اللاعب بعد الدراسه ديالو المتابعه ديالو عده مرات وتكوين فكره شامله على الاداء ديالو هذا اللاعب هل يصلح في هذا المركز او لا ماشي تنجيبونا عاد نقول لي واش غتلعب هنا ولا غتلعب خاصها تكون متابعه مستمره هذه يمكن لي لازم باش كتجي داك اللاعب كنجي كنحطو جاهز الله عارف فين حطو انا ويكون عندي بلون ا بلون بي بلون سي الا ما كانش هذا غيكون هذا غيكون خطه والخطه جديده باينه الفريق الرسمي والفريق اللي غادي يعوضهم يعني مثلا يكون عندي في لادروات عندي في لادروات فلان ولكن كيعوضوا فلان في لاكوش كذلك الا ما كانش هذا تيكون هذا ماذا في كل بوست وكان اختيار التالي تيكون من لاعبين البطوله المحليه يكون اختيار ثاني او ثالث ويقدر يكون عندك اختيار ثالث من واحد اللاعب اللي عندك في التشكيله باقي صغير وكيلعب في مركز اخر ممكن تقدر تلعب حكيمي تقدر تلعب بلا دروات تلعب في لاكوش تقدر تلعبوا اتاكون كاع تقدر تلعبوا ايلي كاع سبعه يا في حدا والله تقدر تلعبوا بحال سايس مروان سايس تقدر تلعبوا اريير غوش ماشي ذاك الاريير غوش اللي كتعرف مي ديفونسيفمون بعدا اومو يسد لك تعتقد ان المدرب يقدر يعتمد على جبران كاساسي ما كنظنش حيت واحد الاخ عطاني واحد عبد الرحمن قال كيقول لك بونو بانون ما كاينش ما عيطش ليه بعدا ولكن انت ربما كيقول التشكيله ديالو زعما كيقول لك بونو بانون سايس حكيمي ماسينا مرابط جبران هو كيقول التشكيله اللي كيتمنى رحيمي تيقول التشكيله اللي كيتمنى هو تيقول كاين التشكيله ما نتمنى شيء والواقع شيء كل ما نتمنى وما نعيشه كل ما تمنى هو اننا نشوف مباراه في المستوى يوم غد ان شاء الله
مباراه اللي ربما غنحاولوا باش نحكموا على العناصر بشكل نهائي، ونتمنى يكون نفس الصوره ونفس الرؤيه بالنسبه للمدرب كذلك، باش يمكن له يوضع اللمسه الاخيره على التشكيله اللي يمكن يواجه بها المباريات الرسميه ان شاء الله. شكرا سفيان، شكرا لك خويا. غدا غتكون خدامته في الصباح ان شاء الله، انا في البرنامج ديالكم ان شاء الله، بعد غدا، بعد غدا ان شاء الله نبداو البرنامج الجديد ان شاء الله. المهم باش ما كانت راه مع الفلوس راه نشريك تجي بريطي ولا ديفينيتيف ديفينيتيف. سيدي شريني ماتش بماتش الله يحفظك صافي سيدي مشيت. تحية لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، أنا نضرب لكم موعد غدا الساعة 8 صباحا وحتى في 8 مساء لا غدا 10 مساء بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني المغربي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، السلام عليكم.